ليش أنصار الحسين يرجعون في آخر الزمان؟ أنا أقول لك، لو لم يبق من الزمان إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أنت تحفظ الباقي، يملأ الأرض أحسن قسطا وعدلا بعدما ملئت شنو؟ ظلما و... فعمي الكرة الأرضية راح تتغير في خروج صاحب الزمان. الناس راح تشوف العدل، الناس راح تشوف الطمأنينة، الحروب راح تتوقف، إراقة الدماء راح تتوقف، الظلم والبطش راح ينتهي ويعم السلام. لما واحد يجي يقول منو اللي اشتغل على هالمشروع؟ يا ما حكومات ويا ما دول ويا ما منظمات ويا ما جامعات والدنيا كلها انخبصت، ما قدروا يغيرون. كم منظمة سلام سمعنا عنها؟ كم جائزة سلام سمع؟ نوبل وغير نوبل ما سووا شيء. منو اللي غير؟ يقولون هذا المشروع المهدوي. زين منو سوى المشروع المهدوي؟ حتى نكرر من قدم له تكريم، يقولون صنع المشروع المهدوي حسين وأنصار حسين. هذا بركات هالمشروع من بركات دماء الحسين وأنصار الحسين. فلهذا يا إخواني عودة أنصار الحسين تدرون ليش؟ وراح أقرأ لك الرواية الآن. من أجل تكريمهم عالميا يقدمهم صاحب الزمان وقدمهم الإمام الحسين ويجيب لنا جون يقول شوفوا هالعبد الأسود اللي كان بزمنه ما حد ينظر إلى باحترام لأن لونه أسود، صدق مع الله ومعنا، فصار دمه سببا في وصول هذا الأمر لقائمنا، وهالعالم اللي تشوفونه اليوم يعيش بأمان وطمأنينة ببركات دم جون اللي خدمنا بصدق. هذا بركات الدماء الزواكي عبرت عنها مولاتي زينب عليه السلام، تسميها الدماء الزواكي. هالدماء الزواكي هي اللي جابت لكم هذا المشروع الذي طبق السلام والطمأنينة في العالم بأسره. فلهذا يا إخواني سيرجع حسين وأنصار حسين حتى يكرموا لأنهم حققوا السلام للعالم. خلي أقرأ لك الرواية اللي واردة عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في بحار الأنوار، الجزء 53 صفحة 93. قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، متى المرتين؟ شوف تفسير أهل البيت، قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن عليه السلام. هي المرتين من تمر على هالآية، الإفساد مرتين، متى؟ مر بقتلهم لعلي ومر بطعنهم للحسن. بعد ولتعلن علوا كبيرا، شنو العلو الكبير؟ الإمام الصادق يقول قال قتل الحسين عليه السلام، فإذا جاء وعد أولاهما إذا جاء نصر دم الحسين عليه السلام، يعني يوم خروج الإمام صاحب الزمان، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. يقول الإمام الصادق عليه السلام قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوا، وكان وعدا مفعولا. شنو الوعد المفعول؟ قال خروج القائم عليه السلام، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. حطوا بالكم هذه الآية الشريفة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. شوف تفسير الإمام الصادق، قال خروج الحسين عليه السلام في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهبة. البيض شنو؟ الخوذة اللي يحطونها على رأس العسكري. عليهم البيض المذهبة لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا شيطان، والحجة القائم بين أظهرهم.